المشاريع اللي تكاد تكون نسبة إنجازها صفر هو مشروع بحيرة الجاذرية، منحت الإجازة الاستثمارية ولحد الآن مشروع متوقف ومتلكئ ولا أحد يعلم إلى أين وصل أو انتهى به المطاف. شو حقيقة هذا الموضوع سواء بحيرة الجاذرية وحتى جزيرة أم الخنازير؟ هو احنا ما عدنا إثباتات حقيقية أي. بس هو المشروع صحيح ما بيه إنجاز وتسيج ونحطت علامة إيش قد المدة الزمنية؟ الإجازة الاستثمارية بحيرة النجف بحيرة الجاذرية ما عندي تاريخ بس يعني من فترة يعني سنوات طويلة سنين. سنوات طويلة لتثبت أنه المستثمر ما راح ينجز، فهي هاي راح تكون ضمن الإجراءات اللي إحنا إن شاء الله نقدر نقوم بها لسحب الإجازة.